والهجرة أيضا هي نوع من الجهاد، وخصوصا النبي عليه الصلاة والسلام عانى فيها ما عانى. كان في وسع القدرة الإلهية أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم على البراق، ألم يعرض يسر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، وذهب وجاء وموضعه دافئ كما هو. طيب يعني دي أقرب يعني من مكة إلى المدينة، أقرب بكثير من مكة إلى بيت المقدس. فكان الله سبحانه وتعالى يقدر أنه يعني يهاجر على هذا ولا يتعرض للأذى ويختفي في الغار ويتعرض لما تعرض له، وفي الطريق يذهب إلى سراقة بن مالك ويعني. ولكن الله أراد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعالج الأسباب كما هي، ويعالج سنن الله في كونه كما يعالجها سائر الناس. ولذلك إلا لا يتدخل القدر إلا حينما تضيق الأسباب.